دولة مجاورة، مشاكلنا مع نظامها السياسي مش مع شعبها، لأن شعبها وشعب نخاوة، ولكن مشاكلنا مع نظامها المطبع المتآمر، نظامها الآمر لنا منذ التاريخ العميق، منذ أن تآمر على قادر الأمير عبد القادر إلى أن تآمر على قادة الثورة واعتقلوا في 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 الطائرة، إلى أن تآمر علينا سنوات الاستقلال الأولى، إلى حرب الرمال، إلى أن آخر الصحراء الغربية، مؤخرا بندلوب الحل الوحيد اللي يقلب الصفحة أو يقلب الكفة لصالح الصراع أنه يرتمي في أحضان التطبيع. ولما يرتمي في أحضان التطبيع، أنتم تعرفوا التحالف الصهيوني الصليبي الفرنسي الأمريكي، كلها هذه الدول راهي تمشي تحت الإمارة الصهيونية، وما المواقف الأخيرة تاع فرنسا والمواقف تاع بعض الدول في موضوع وملف الصحراء الغربية وتقرير مصير الشعب الصحراوي إلا نتاج هذا المسار تاع التطبيع، وإلا نتاج تاع مخططات يراد من خلالها الإبقاء على التوتر والاستفزاز وتطويل عمر الأزمة وتطويل وجعل هذه الأزمة أزمة تشكل خطرا أمنيا على الوطن، لأن الآن إخواني أخواتي موضوع السهرة الغربية بالنسبة لنا احنا موضوع أمن قوي، ما بقاش يا جماعة قضية تصفية الاستعمار وتقرير مصير تاع الشعب، لا، لازم نفهموا احنا الجزائريين بلي الكيان الصهيوني راهو موجود على كل